مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم الله من محمية الوشم للطيور. يا هلا والله وسهلا بالجميع. هذه المحمية سوينا لها تجديد، ان شاء الله تعجبكم. ان شاء الله ناخذ لكم لكفة فيها. يلا 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 على السيفيرات. ما شاء الله، نكمل لكم التصوير. هذا المحشوش ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله يا رب. يلا تعال 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 تعال. يا سلام يا سلام. ما شاء الله عليكم. بقول شوي يلا يلا. هذا الاشجار سوينا له تغييرات غير الاولى، وان شاء الله نبي منكم المحافظه على الاشجار وعلى الطيور.
نكمل لكم التصوير. هذا المحشوش ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله يا رب. يلا تعال 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 تعال. يا سلام يا سلام. الله عليكم. سعد بقول شوي. يلا يلا. هذا الاشجار طبعا له تغييرات غير الاولى، وان شاء الله نبي منكم المحافظة على الاشجار وعلى الطيور. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم الله من محمية الوشم للطيور. يا هلا والله وسهلا بالجميع. هذه المحمية